حبين ما نتي عيد لو يحن مغرين أضيعها قبل كا وقوي قلبين لي هذا رئيس كا ويد بالحدود على إنكار ينكر جرات كا هذا قال كأبوري أوجس بحكوا جا أنا بجرن ما يقفكو أن أهم مسؤولية ذات أو نوع عاس وقف سعرن تحي والدقالة يحروب ضدك أدرية وهذا نوع حقائق ذا أنا هين كنا هلا يكون الدقالة من ليجن كده هذا نيا أنا وحن صدنا أو كلام عار وأي شيء وهذا صحيح غاي مكتب مو نما هذا ما أسيب بنام يوم بكرة لتا يجير أم ماركتي إن لما هذين مركا أنا جو نحلة هاي إن قبل هذا سوقي لين عقل بيني ما كدجن هذا الدقالة كوضع منطقة ده نو يورتا متشروع حدود اللي رادو إن قرأ اللي هذا وإن قبل بان تاي وليس وقيب كأ أم أوتشوي ويتشير حدوده أن عاو شجع حدوده يدو استعمارك السمين أيو يا ضدك إيجاني وداوني وإسوي ديني وولي بحق إذا ما ضربوش تلياش وذي كسوها أيو شجعني يعني ما كان ماشل كحدود بيمرنيا لكن ما كمان أنت أتكد لا لا سمعت تكلم سبب حلا يقول يري ولا يعدي مقالة دلوا يقانو بوه هذا الشحبة اللي هذا شحده الصمار أفرجيس بيوس ما يسوي حلا يري إن تلياني جسر كل كسر عطية إثيوبيا وأمريكا من أسوأ سعوت الصمار قال بعدين لبحيه هي سر كل إنجليز صح وأفريقيا شنو قلت الماوي أيام ماشى هذا الشحده تاي علك بوه هذا اللي بيرون كم إذا لنا وقوي كحية تقريبا هذا ماشى حدود إثيوبيا تلا ذي الوش يقو لنا كونفرد لنا كونفرد بعمر مانيا أي أفرجيس موتشي أنت أفرجيس موتشي أنا وسيد الشحرة ويدك كل صباح ومن روح إلى دين نيهو محيس ثمانية مرسوم ديلي وريه ويشح يعني هو الشح بيتشح يعني مركز روح على لي الله يرحمه ذي اسماعيل المرأة ماشي سون تاجنا مركز سو صاو أجي يعني لما كان ماشي دنك اللي هيم بوجادي مركز سو قبل يرو أفرج يبو تري مركز سو حوري سرا كيشان فقط صاو حوي سامين يساوي صدر كان كذا على عادي هنا يصير ويملتها مركز سو يري ور من لح من لحول كي غيب كل جوين يعني حبد ما كوردنا حبد هذا تكير دم وهذا كدر الكلام يحولي مش سوق ما كحبدنا مردني مركز سو كله أنا كذا اسمع حبد هذا هو حبد مقابلة أنا كذا حاول نقول كذا نص دبات قال هذا كذا من حدود قارنا دولة اليان ون حجم هوسة بيوضع وإلى هذا بعشر برتا دكاقو بيوضع هدي لا يكون روي هاي ما كده من حقه سلول الحيوان ماش صرخ سمعنا كل هذا مهي لنا عقودها كتشرة إثيوبيا هم بيقلن إن حنكر هذا إن حقا وهي حقا كأينا وهي قلن حدود إن تليانة وهي حقا كسوة هانا وهي قلن حدود إن دولة إنجلوس كمركا ممكن يقوم يسنى سي بشر البحانتها وايه لكن سؤال شو حكتها كانت هاي حدودها بيل باي مران بيل باش يدولة داس انجلوس كنا دقال لي اسلق لين لباتة اسلق لين وقود باي اسكو دراسو عدان ولي نين آن اسكو لك هاد دقنين ليس له شأني عاو حكاد من نوع كحساب تمن حدود دن والله دن لورن شي نقال اما السوء حدود داسو دات كنوك هاد دقن يدولة دها عاد شيق السان باي اتحالا قبيلة نقول كي يجند جنين هدان حدود أخبرنا يهدان وديدنا يهدان منكرنا واحد خيار كي يع وأنا ندين شجنا يا أنت قفنا جنوا اللي أخبر من واي حدود دولة ده السمي أننا جذب بيننا كمان ودت كي يجي بالعين وحلا خلق دراوش ين محن كورا إنجليز كلا قبص ضي لي جودي يدبعت دي يحنون كي يدل مجي يجمعات كي وإنجليز كجيستر لكان إسقى الله ترسانا يا حدودي سن أقبل ما إنه كل حد جد بما إنه كوي الهواء لك يجي دقي ميس يا أنا قاعد نقول بهنتهان يسوع عليه هان وكيل دراوش كسو تشيدني ده كدوم مش هذا على إيه ما دول مين إنه حقوا كل دقل مين وأنا مسنا إن حقوا دقل مين حدودي سنة ما هم كورا ده أنا قلنا أنا ما بدي حمرينه إن أنا أقبلين هذا هذا تشير له حتى ولا جينا أقبل ما إنه annaga ee ingiriiska noota la qoladina reer geysa iska daay xuduudaha warkooda iska daay xuduuda godob baan waxa sanad dawladda ingiriiska waligaa aan hortayda u dardaarmano ana ka aqbalan inta aan noolahay qofadintu naga raarsan yahay ma aqbalno inaan dadkayaga dhintay shaadadeeda dhigooda ku xad gudubno oo aan dhahno xaq kulamaysan dagaalman waa taasoomida ta kale xuduudaha Soomaaliya waxa loo yaqaan muran baahdii jiray oo qolyaha reer qoy ka keenan
من نمادي وا صح ما هينو ايه وا كاسو من نماذا إذن كاو عدي وانا كاو عضيني سوما محمد الشيخ يا مانتا دي وحيلات تاويحي عنك إلا 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 إنتان لقابا خلين بكود اللوليو إيو دستور بأفتاليان كو غرنايا دستور أف إنجليز كو غرنايا إنتان وحابا لقا خلين دولة دا إنجليز كل حبلوات باي وحي سيسي حر محام كو رادا سكو ميل جارة مامل كو غوريتسي جين وريبي كوريتسي دولة دي محام كو را كومرسي كلونا جرين عقال شانتها بارلمان كسادة حسدون كهانا جين وريلا فيبرور ويسو صور لماضي لحبلوات oo la sugayay maxan ku raadada dhinaca talyaaniga inuu koodo luliyo ee kaan calanka Soomaaliya laga taago ayaa dhinaca maamulka meel gaar ah oo dawladda Ingiriiska ay xilalka ku wareejisay Soomaalida oo iyaga sabalaysa u wada karto ayaa ka jiray maxaa dhacay 6 Abriil 1960kii ayaa baarlamaanka gobolada waqooyi fariisteen maxay u codeeyeen kulligood iyadan hal qof ka maqleen hata hal qof 6 Abriil 1960kii ayaa loo codeeyay in la raaco waqooyi bidoon shuruud marka hadii aad idin kula yidhiin qoladii odayaasha dhimatay soo codaysa kalsooni ma kala soo noqonay anaga kalsoonideedii anaga iyo waxii maxaan ku yiraahdaa aan beesha dhaxa ahayn anagu wali tiiban taaganahay codkayagii odayaashu rideen baan taaganahay haddana wali Soomaaliya anagu ka bixmayno idinka idinta la qaylinin xaggan maxaan ku yiraahdaa waxay ku amdacoodaan oo taariikhdan akhriyaado isku aftalyaani dastuurku ku qornay ato dilyoon wax loo jiray iyo act of the union isku mid ma ahayn isku mid hadda san ahayn waa taad ogeydeen oo ku in wax yaqaana waa la midowyo inta af ingiriis lagu qoday inta af ingiriis lagu qoray baa 1960kii one version hal maxaan ku raadaa hal qoraal one text copy baa Soomaaliya dhan lagu faafiyay oo loo codeeyay maalintaan Soomaaliya 1980kii waa codays idana kamid baa ahaydeen konton iyo 2000 baa waxa la yiraahdaa qof lagu sifeeyay baa yiraahdaa bulcayaalkiisa ka yiri maya inta uu qoyga hadana 49 waxay raadeen haa laakiin lama baayagana Soomaalidu dhan baa leegay shacabka Soomaalida oo min ras kamboni ila ras xafuun ila law yaado waad ogeydona waa loo codeeyay haddaan leedahay referendum kala aanu samaysanay kaasna anagu gobolka Soomaa laga ma qaadin ka dambay calaamada dum referendum kana waa wax xafadina u yaal anaga xafada ayuu uma yaalin intaas waa inta maxaan isku haynaa marka dagaalka anagu aan ku jirno حق ما نقول لنا إن لاذن لا يو النادن الله يسام ولا ذن بحق الإله يحب سبحانه وتعالى ولما انتصر إنك وحسك عليه بعد الظلمه مرك الله الظلمية كبر فأولئك ما عليهم من سبيل إله يحب الكواس تشد يحب تشل قبله إنما السبيل تشد يحب تشل حل قولي يهي ودل قولي يهي أو محق راق قردر هل قولي يهي على الذين يظلمون الناس بذكر بذكر الظلمية يا وداره ذو قب سنة يا أو محق راق دمره ذو قب سنة يا ذي دوان أو محق راق مالك ذو قب سنة يا يا يظلم بغير ويبغون في الارض بغير الحق او دولك الهي كو قوقيا بحيا دغالكا يا مخان كو يرادا وخيالو كو سودو عاليا بان كو سو غبغبينيا او كو سودا جماهيرتا غوبلدا اس اس سي ان waxaa la yiri hadal baa qabsaday barihii bulshada intaas ayaga dhamaatay intaas ayaga intaasan shahaada waxaan ku leeyahay in dalka iyo dadkaas waxaan leeyahay dadka dhintay loo yaqaan shahaada oo sharaf oo diin oo taariikh qofka wax dulmiya isaga ku ka dagaalamaya isaga dagaalamay isaga dhintay la yarham adiga qofkaaga nool kuma faan kartid wax loo yaqaan dadka in qadiyad u dhinta qofka ka nool kuma faan karo kuma mana labana kala badsan karo labana kala yeesan karo dadkaasu way tageen waxay aaminsanaayeen xaqaal u dhinteen markay dhimeen adiga qabiib baad u dhimanaysa aqalgoodu kuma jirin intooda badan walu gaar ahaan gobolkeena sool ee dulmiga dadka lagu macaamilay mid la yiraahdo ganacsan meeshidiyo mid la yiraahdo carruurtaada la xirayaayo mid la yiraahdo waxa saataayo mid walaalkiisa la dulo madaxa loo duubto iyo waan ognahay dulmiga infijaarka ahaa ee meesha ka dhacay qofka had iyo jeer la qof dhintay ku daba socda ama ku faanfaanayaana waxaan leeyahay jamaahirta iyo dadka dareenkooda qayb kama leh sharafna kuma dhexle arabta waxay tiraahdaa laa taqul fasli wajdi anigu horan qoladeeda iyo wajdi awowgay ha horan innal fasl wal jadd ninka fasiilada sidoo yahay iyo awowgiisu ma qad xasal soo wuxuu keenay wayan adigu maxaad ka kulahayd maanta ila maalinka dulmiga gobolka soo la saaray ya oo 2002 ka soo bilaabanaysay markii referendumyada iyo qulunka iyo maxan ku yiraahdaa lala ordayay dadka qaar ba ka dagaalamayay ila yoomina hada adigu shakhsi man amta adigu maxaad ku leedahay gaar ahaan marka dulmiga magaalada lagu qabsaday xoog lagu qabsaday maxaad ku leedahay adigu isweydii laakiin qofna yaa lagu tixgelin waxaan ahay sidaas iyo waxaan ahay sidaas
labada walaalaha kala bir noqotay wiil iyo abiis ay sabheenayo in ognahay arintan waa arin shakhsi ah qof walba waxaad ku leedahay baad shakhsi adigu ah leedahay wax kale oo aad ku leedahayna ma jirto qof ka soo mashaaciirta umada jamhuuriyadda SSC ama gobolada mandaqada hartiga wax dadku dhibsanaya qowl iyo ficil la yimaadana waa qof aan agteena sharaf ku lahayn oo mambuuda waan in la joojiyo warkaas assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh